طبعا ندمانة دلوقتي، ندمانة دلوقتي، ندمانة. الفنانة نجوى فؤاد خرجت عن صمتها طول السنين اللي فاتت وكشفت كواليس وأسرار خاصة جدا عن حياتها الشخصية. بيخوفني طبعا، بيخوفني. وقالت في برنامج حبر سري إنها مش ندمانة على تمثيل المشاهد الجريئة في أعمالها الفنية، لأن سنها وقتها كان يسمح بالمشاهد الجريئة، ولأنها كانت لسه في بداية حياتها، وإنها من جيل اشتغل كتير جدا علشان يوصل للنجومية ويحقق نجاح. وقالت إحنا خربشنا عشان نبقى نجوم، ودلوقتي النجومية سريعة، مسلسلين ثلاثة ياخدوا 9 و10 مليون، وإحنا كنا بناخد ملاليم، لأن أعلى أجر زمان كان 8000 جنيه. طب ليه ما عملتوش ده؟ الفنانة نجوى فؤاد كتبت وصيتها وقالت فيها إنها مش عايزة عزا يتعمل لها بعد وفاتها، وده لأنها بتحضر عزاءات كتير وبتشوف في المواقف دي الحزن جوه الناس قليل، وبيكونوا مشغولين بالكلام والموبايلات. علشان كده قالت أنا بتمنى أروح لربنا وحيدة يا رب، علشان كده عايزة أعيش حياة طبيعية مع ربنا. وصرحت كمان إن لو في ناس تحتاج التبرع بالأعضاء يبقى الحي أبقى من الميت، ليه لأ؟ اللي بيموت بتكون روحه عند اللي خلقها، والجسد بيتحلل ويفنى، والتبرع بيكون شيء كويس من روحها. وبتمنى من ربنا يحسن خاتمتي ويغفر لي ويسامحني. وبعتت نجوى فؤاد رسالة عتاب ولوم للمنتج محمد السبكي، وده بعد ما جابها في فيلم حلاوة روح وبعت لها 5000 جنيه، وياريته ما بعتهمش. وكان في اتفاق بينا إن المشاهد أكتر من كده، وقال لي هنبقى نصورها، لو كان عزمني على عشوة أو بعت لي شوية لحمة كان هيبقى أحسن من المبلغ ده. وضحت نجوى فؤاد سبب زعلها من غادة عبد الرازق وقالت لما مريت بأزمة صحية كنت مستنية تليفون من غادة تسأل عليا، ولما كنت أتصل بيها مش بترد عليا أما كانت مسافرة، ولما رجعت ما سألتش عليا برضو، وأنا بحبها جدا بس عايزاها تسأل عليا. وكشفت نجوى فؤاد لأول مرة عدد الجوازات الحقيقي وقالت مش 10 زي ما الناس بتقول، لأن جوازها من الفنان أحمد رمزي ما يعتبرش جواز، وده لأن الفترة كانت قليلة جدا ولسبب خاص. أما بقى عن السبب الخاص اللي اتجوزني أحمد رمزي علشانه، هو إنه كان مطلق مراته وقتها كتبنا الكتاب، بس هو إنسان لأبعد الحدود وكان بيحب مراته جدا ومخلص لها، يعني زي ما تقولي كده جوازي من أحمد رمزي كأننا كلنا عشوة وخلاص. ومراته باكينام شرطت عليه لو هيرجع لها إنه يطلقني، وكان ليا جوازات عرفي منهم شخص معروف جدا بس مش هقدر أقول اسمه لأنه توفى دلوقتي. وبس كده، دي كانت آخر أخبار الفنانة الاستعراضية المعتزلة نجوى فؤاد، اللي رجعت تتصدر المشهد من جديد، لكن المرة دي مش بفنها، بمحنة مرضها، وبنتمنى ليها تقوم بالسلامة من الوعكة دي على خير. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تتابعونا على نجوم الفن.